بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج وقلت يا رب. إحنا بنقول يا رب دايما وفي كل حال، في الصحة والمرض، في العافية وفي الابتلاء، في الفقر والغنى، في القدرة والقوة وفي النقص. والصابرين اللي بيصبروا مع الابتلاءات يعني يدخلون الجنة بغير حساب. وكلنا لما هنشوف أهل الابتلاءات الصابرين يوم القيامة هنغبطهم ونتمنى إن احنا نكون يعني في مثل حظهم. وضفنا اليوم نموذج من النماذج النادرة للتغلب على الابتلاء والصبر في الابتلاء والنجاح البين الظاهر في الابتلاء. ضفنا الإذاعي المعروف الأستاذ رضا عبد السلام. أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. أستاذ رضا عبد السلام الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم. أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. في تقرير مجهز لحضرتك، وده نادر ما بيحدث في برنامجنا، لكن يعني واضح ان هم بيحبوك ومهتمين بيك. نشوف يا اخواننا المشاهدين التقرير ونواصل معكم ونقول يا رب. قراءة القرآن الكريم من القاهرة. هذه الكلمات نسمعها يوميا من هذا العملاق الإذاعي الذي لا يعرفه الكثير منا، إنه الإذاعي رضا عبد السلام. لم تسأل نفسك عن شكله أو سماته، لا يهم، الأهم أنك لم تعلم أن عزيمته أقوى من مهاراته الإذاعية. ستعرف اليوم أنه ولد بذراعين ضامرتين ضمورا حادا، إذ يبلغ طول كل ذراع ما يقارب 15 سنتيمترا تقريبا. والعجب العجاب أنه أثناء دراسته كان دائما يحصل على المراكز الأولى في مادة الخط، فهو يجيد الكتابة بقدميه بل وبفمه. هذه الأسطورة التي نتحدث معها اليوم تحفظ كتاب الله عز وجل. حصلت على ليسانس الحقوق وليسانس الدعوة الإسلامية وعدد كبير من الدراسات في اللغة العربية. نالت شهادة الماجستير وتعد الآن للدكتوراه. يرتبط في الأذهان اسم رضا عبد السلام بشعائر صلاة الفجر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والعديد من البرامج مثل مساجد لها تاريخ، خطوف من السيرة مع الصحابة، أمسيات دينية، حياتي. هذا هو اسم الكتاب الذي ألفه الإذاعي المبدع رضا عبد السلام. نتعرف عليه وعلى حياته ليرفع لنا الستار عن فصل من عرض مسرحي مستمر يتحدث عن الإرادة والعزيمة والإبداع. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا التقرير المميز عن هذه الشخصية المميزة. مرحبا أستاذ رضا. أهلا وسهلا دكتور. اسم رضا يعني كأنه جاء يعني على الجرح. هو فعلا يعني اسم رضا، بسم الله الرحمن الرحيم، اسم رضا اختاره الوالد رحمه الله. وما دمنا في برنامج يا رب، فالمناسبة في اختيار اسم رضا عندما ولدت كانت صدمة للجميع. يعني ترتيبك بين الإخوة؟ أنا الثالث، يعني أنا لي أخ الأكبر مدرس، واللي بعده مهندس، وأنا والاثنين كانوا طبيعيين كمان. تمام. فجات الصدمة رهيبة بالنسبة لمن كان يجلس وقت إيه؟ وقت الولادة. فدخل الوالد رحمه الله وسر نجاحي في هذه الحياة الحقيقة، وحملني وقبل رأسي وذهب إلى الله سبحانه وتعالى راكعا وساجدا، وقال له يا رب، يا رب أنت خلقته وأنت وحدك الذي تعينه في هذه الحياة، وأنت وحدك الذي تفتح له السبل، وأنت وحدك الذي يعني تجعل منه شيئا في هذه الحياة. وكان الدعاء هذا دائما ما كان يذكرني به والدي عندما كنت أشعر أحيانا بشيء من العنت
بالنسبة لما أواجهه من الناس أو من الظروف أو من نفسي يعني، فكان يذكرني دائما بهذا الدعاء يعني. يعني فاختار اسم رضا على اعتبار أنه راض تماما بقضاء الله، وراض بأن الله سبحانه وتعالى ما دام هو الذي خلق كما تقول الآية، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جميل. يعني هو كان رضا دي بداية رضا الوالد رضا الأسرة آه. والآن بقت رضا عبد السلام بقت أنت، وبقى أكيد يعني من اسمك لك حظوظ عديدة لله الحمد. طيب الوالد كان بيعمل؟ الوالد كان في يعني كان يعمل مأذون شرعي، وكان على الرغم من أنه لم ينال قسطا من التعليم لكن نال قسطا من خبرة الحياة يعني، وكان يعني حافظ لكتاب الله، فكان يبث هذا فينا جميعا كأولاده، ونشأنا على هذه الطبيعة، على طبيعة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتجه إليه ويلجأ إليه ويدعى، ومن هذه الطبيعة نشأنا جميعا على الصلة القوية بالله سبحانه وتعالى. وكان له صفات أنا اكتسبتها منه في شخصيتي، وهو إنه ما فيش حاجة اسمها مستحيل، في حاجة اسمها صعبة، وفي حاجة إنه في الإنسان قادر بما خلقه الله له من إمكانيات قادر على أن يتغلب على هذه الصعاب. فكان دائما يضع هذه القواعد الأساسية والسنن التي خلق الله سبحانه وتعالى لكي نستطيع من خلالها جميعا كإخوة يعني، وخصوصا أنا. طب انتوا كنتوا البلاد كان في اي منطقه والعايشين في اي منطقه؟ وانا يعني انا من بلد تبع المنوفيه اسمها كفر الشيخ ابراهيم مركز ويسنا، وهذه البلد يعني تبعد عن القاهره بحوالي 70 كيلو متر، ويعني هذه البلاد تعلم حضرتك انه بلد يعني بعيد عن الغمران شوية، لكن كان الحرص الشديد في هذه البلاد على التمسك بالدين والمحافظة على الشعائر، ومحاولة أن يعيش الإنسان مرتبطا دائما بعقيدته. سنة الميلاد 1924 يعني انت 46 سنة ما شاء الله. لله الحمد. فما انك شكلك لسه يعني شباب جدا يعني. طيب الحالة الاجتماعية؟ انا متزوج وعندي عبد الرحمن وأسنان. عبد الرحمن في اعدادية واعدادية ازهرية، وأسنان في خمسة. في موسيقى لغوية وسجع بين عبد الرحمن وأسنان. وفعلا يعني انا عبد الرحمن، ولدرجة انه بعض الاخوة يقولوا لي انت اخذت سورة الرحمن يعني من بابها يعني. ليه؟ لانه عبد الرحمن، وانت تعلم حضرتك ان اثنان كلمة من ومقام ربي مقام جنتان باي الاء ربكما تكذبان ذواتا اثنان. طيب احنا معنا اتصال يسرك. نعم. السلام عليكم. تردد بتاع. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا رضا؟ ازيك يا دكتورة؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. ازيك يا دكتورة؟ انت طيب يا رضا. ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا ابني؟ ربنا يخليك دكتورة. انا يعني انا اول حد اصريت ان هو يعمل مداخلة حضرتك، لان انت يعني بالنسبة لنا كلنا يعني سبب النجاح اللي احنا فيه ده كله. والله الله يخليك يا رضا. من اصلك الكريم بس يا رضا. ربنا يخليك يا دكتور. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا دكتور. طب بس الموضوع ايه؟ عشان انت عارف انا مش ما عنديش التردد بتاع الصحة والجمال، وللأسف انا عاملة في عينيا النهاردة عملية، فمش حاضر. لا، ألف سلام عليك يا دكتور. هو بيتكلم على انه ايه،
يعني هل رضا كان شخص طبيعي في تعامله في ما يتعلق بشغله وكده يعني؟ انا قلت الدكتوره طبعا يعني هي راعيه رضا عبد السلام يعني. لا 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 طبعا طبعا. طيب اتفضلي يا دكتوره. معاكي الدكتوره عاصمه عبد الرشيد معاكي؟ ايوه. الو. ايوه يا دكتوره، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. كل سنه وانتم طيبين. وانت بخير وبركه. والمشاهدين بخير ان شاء الله. احنا برنامجنا اسمه وقلت يا رب. وبنقول يا رب يكتب لك الشفاء ما دام عامله عمليه اليوم. الله يخليك. ويديك الصحه والعافيه. ان شاء الله يخليك. عاوزين تقول لنا موقف شفت فيه رضا قال يا رب، كان في ازمه وقال يا رب ونجح في التغلب عليها. والله هو رضا ويعني الحقيقه من افضل الابناء اللي موجودين عندي، كانوا في شبكه القران الكريم، وانا كنت بعامله وبعامل جميع العاملين في شبكه القران الكريم كاولادي، وهم كانوا بيشعروا بكده فعلا، وانا كنت بشعر كده، وكنت حاطه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني كنت احس ان دول اولادي وان انا مهتمه بيهم، اجيب لهم حقوقهم لغايتهم، احب ان هم يسافروا، واعتقد ان يعني رضا كان مشرف جدا، وهو كان في لحظه من اللحظات كان نفسه يحج، وفعلا يعني ربنا كتب له الحج، وكان من احسن الناس اللي برهنوا انهم من افضل المذيعين هناك، حتى ان رئيس الرابطه هناك شكر فيه جدا، دكتور عبد الحليم عويس، لما شفته قال لي رضا عبد السلام كان من احسن الناس تفوقا في الحج ومناسك الحج، وكان عمل لقاءات هناك كويسه جدا جدا نفعت شبكه القران الكريم. فرضا عبد السلام من يعني فعلا بارك الله فيه، وبارك الله في جميع العاملين في شبكه القران الكريم، لانهم هم فعلا مخلصين وبيأدوا واجبهم على أكمل وجه، وطالما الإنسان بيتقن عمله أكيد ربنا بيجازيه خير في الدنيا وفي الآخر. شكرا يا دكتورة، جزاك الله خيرا. شكرا يا دكتورة، كثر خيرك. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، ودايما بالتوفيق. شكرا جزيلا يا دكتور. مرحبا حاج رضا. وانا يعني اريد ان يعني اعلق على كلام الدكتوره هاجر، لان الدكتوره هاجر تركت اثر يعني تركت اثر طيب جدا جدا، وبيكملوا في الحقيقه الاستاذ ابراهيم مجاهد حاليا في اذاعه القران، وعلى نفس الدرب وعلى نفس النجاحات يعني ان شاء الله. طيب نعود للنشأة الاولى. ظلت في المنوفية الطفولة كلها. في المنوفية يعني هو في البداية الأمر كان يعني في شيء من الصعوبة، يعني كيف سيعيش هذا الوافد على الدنيا بهذا الشكل، يعني خصوصا أنه لم تكن هناك سابقة، يعني لم يكن هناك سابقة لكيف سيعيش واحد في مثل هذه الصورة يعني. لكن الأمور بدأت ما لبثت أن تفتحت، وفتح الله سبحانه وتعالى من عنده، يعني لدرجة أنه في الطفولة في المهد بدأت يبقى في شيء من الإيه، من العلامات على أن هذا شخص يكاد يكون عادي، أنه الطفل العادي كان عندما يريد أن يعني يحبو على يديه، يعني يديه ورجليه، ده يحبو على مقعدته، إذا أراد أن يقف يستند إلى حائط، إذا كده يعني يبقى في شيء من الإيه، من التوائم مع التكيف. الأشياء أو التكيف مع الأشياء اللي حواليه. بعد كده جت مرحلة المدرسة وظن الناس لأنه ريف، وكانت سنة
نظيف يعني. لكن الوالد كان أبعد نظرة. لا لازم يتعلم. لدرجة انه علمني اكتب برجلي قبل ما ادخل المدرسة. يعني بقدم رجلي يعني. بأصابع رجلي وامسك القلم واكتب. لكن هما ما وافقوش في اول سنة فأصر في السنة الثانية. وما زال مصرا الى ان دخلت المدرسة. ودخلت المدرسة مستمع في السنة أولى وثانية. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى إنه في السنتين دول تستقبلني مدرسة ما زلت أكن لها كل الاحترام والتقدير. هذه شملتني برعايتها. حتى يعني اعتبرتني كابنها يعني. وبعد سنة تانية كان اسمها الأبلة ثانية. وعندما يعني أقابلها الآن أقبل لديها يعني. وبعد ذلك قالوا لي يا اما تكتب اما ما فيش مدرسة يعني. فالوالد رحمه الله اذكر هذه المواقف يعني كذا شت يعني لازم تعلم. وبعدين رضا بيعرف يتكلم وبيعرف يقرأ وبيعرف لكن مش موضوع كتابة اخوانا. فيشاء ربنا سبحانه وتعالى انه يلهمه انه طب يمسك قلم ببقه. فقال لي امسك قلم ببقه. فبدأت امسك قلم ببقه. في الاول ما كنتش متحكم في القلم كويس. فبعد كام شهر كده بدأت امسك القلم بحيث لو تعلق القلم في عربية العربية ما تشيلش القلم ببقي يعني بقيت متحكم في القلم كويس. فبدأ تحكمي في القلم يخليني قادر على اني احسن خطي جدا جدا جدا. بعد شهور قليلة اصبحت يعني اختار من اهم الخطوط او من احسن الخطوط في المدرسة. وبدأت بقى المسيرة بقى يعني بدأت المسيرة. وانا ما كنتش متفوق قوي يعني لكن من ضمن المتفوقين يعني من ضمن دائما الخمسة الأوائل العشر الأوائل دائما. وأذكر أنه في الابتدائية وكان دي أول اختبار حقيقي يعني الكل كان منتظر يعني. الابتدائية دي كانت سنة 73-74 وحصلت فيها على 90% وايامها تذكر حضرتك ان 90% الابتدائية دي كانت كبيرة خالص يعني. وبدأت بقى يعني دخلت اعدادي وبدأت اتلف بقى مع الجو العام خصوصا انا خرجت من القرية للمدينة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا زهرين. يا اهلا وسهلا دكتور عاصف ازي حضرتك. اهلا بحضرتك. والله انا متابع اللقاء ومستمتع قد ايه يعني بالاتنين طيبين جنب بعض وحاجة جميلة جدا يعني في هذا اللقاء. يا ابو كده ثلاثة.
ولو حطينا المشاهدين يبقى عملنا لنا 33 مليون. دكتور عاطف احنا سعداء بحضرتك اولا، لان انا تعتبر شهادتي في رضا مجروحة، يعني اذا يعني على زي ما بيقولوا يعني. عموما اهلا بيك دكتور عاطف، واهلا برضا. ازيك يا رضا؟ وانا سعيد اوي ان انا طبعا انا مش مشتاق لصوتك لان انا بسمعه يوميا وانت بتبقى معايا كبير يعني. واحب اقول لك يا دكتور عاطف ولكافة الاخوة المشاهدين ان رضا من المذيعين ذوي الانتماء الصادق الذين يحبون اذاعتهم بحب وشغف شديدين. رضا يعني لو جاز لي ان انا اتكلم استقبلته شابا يافعا، وجدت فيه موهبة مدفونة لم اعرف ساعتها انه ينطوي على متحدث لبق ولغوي رصين. رضا من النوع اللي يشجع انك يعني تدربه، يعني باعتبار ان في مذيع يستقبل مذيع. ما هو انت لو مذيع يعني قديم ومخلص وتريد تدرب تدريب صح في عملية سهلة، الا لو كان الكيمياء الخاصة بهذا المذيع امامك تشجعك على انك تدربه صح. رضا من هذه الكيمياء، يعني فيه مذيع مفتوح متواضع ومرن، وفي مذيع بين دين بابه موارد شوي. كنت متصور ان المعاق واسف لهذه الكلمة اللي احنا فهمناها غلط، معاق في كله، كيف يعني ازاي واحد ليس له مال الاسوياء من حركات الايادي مثلا، لكن رضا فقد الايدي واكتسب ايادي الكبار قبلي، امثال حبيبي واستاذ المرحوم الدكتور فوزي خليل ورياض فهمي، مش عارف رضا لحق ولا ايه، ومحروس فرحات وابراهيم مجاهد طبعا، وعندنا سعد المطعاني وعادي ومحمود خليل وعبد الله الكولي، يعني في اساتذه اعلام يعني معايا في هذا السياق. رضا اخذ من كل بستان زهره، وهذا واضح في برنامجه مع الصحابه دكتور عاطف. هذا البرنامج اللي تستمتع يعني به وبحواري وبيشدك بجواري بالحوار الذكي والهادف مع ضيوفه، سواء الدكتور عبد الشافي عبد اللطيف او الدكتور محمد جبر ابو سعد او غيره من الضيوف. الله في حياة رضا، يعني يا رب في حياة رضا كانت كبيرة. انا يعني اتذكر من 22 سنة تقريبا او من 20 سنة، ومش عايز اكبر نفسي يا دكتور عاطف برضو قوي، يا شباب شباب مش عايز اكبر قوي. ورضا يعني انا اول ما استقبلته يعني انا اتذكر ان هو اول شفت قعده معايا، ويعني في حاجة عندنا اسمها المذيع صامت يستمر معاك في التدريب لغاية ما يقول. فرضا يعني الفترة او اللي هو بدأ يتكلم فيها تقريبا كانت معايا انا والدكتور فوزي خليل رحمة الله عليه. صحيح صحيح. فيعني بيته يعني هتقول هو دي ساعة الصفر يا دكتور عاطف حانت، او هتقول هنا القاهرة هتقول اذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بنعلمه ازاي يقول ديت لأول مرة، ما يتلجلجش ما يعملش حاجة زي كده يعني. فقلت له يا رضا ما تخاف قول يا رب. فقال لي يا رب. بعدها قال هنا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة اللي احنا بنأمل ان هي الملايين سمعوه ساعتها، وكانت يعني هذه انا بعتبرها المحطة الاولى في حياة رضا، واللي هو مستمر بيها الى الان.
رضا يعني انا بعتبرك، وانا مش عايز اقحم نفسي قوي زي ما انا قلت الدكتور عاطف، يعني انا ما مش يعني شهادتي في رضا مجروحة، لكن انت ثمرة عظيمة نفخر بك وتفخر بك محطة القرآن. شكرا استاذنا. رضا يعني غير نظرتنا للإعاقة يا دكتور عاطف، وانا احيانا اشعر ان رضا غير معاق، بل ان كثيرا من الشباب مثله هو المعاق بجواره، يعني ان صح التعبير، فلربما فقد الانسان جارحة من جوارحه، والله سبحانه وتعالى يعوض الف جارحة في لسانه. ان يعني بقيت يعني كلمة بسيطة، ان للغة العربية سحرا وجاذبية وجمالا لا يشعر به الا المحبون والاتقياء زي الدكتور عاطف كده وامثاله ورضا وجميع العاملين في مجال اللغه العربيه والصفوه، هذا في العادي، فما بالكم لو كان مجال التطبيق اذاعه على الهواء او ارتجالا في مثلا في محفل، كلنا كل يسمع كل يوم انهيارات وتراجع لدور اللغه العربيه وتدنيا لمستويات التعبير اللغوي في الشارع والمحفل وحتى الفضائيات الخاصة دون حياة. لكن انت لما تسمع رضا عبد السلام وهو يرص الكلمات رصا، تشعر بأن هذا الرجل دائما وراءه الله سبحانه وتعالى، ومن كان وراءه الله لا يخيب أبدا. ورضا يعني من الناس اللي انا رشحتها معايا تشتغل معايا في حاجات كثيرة جدا، منها النقلة النوعية الجميلة اللي احنا بدأناها في حياتنا الأخيرة مع الأستاذ إبراهيم مجاهد رئيس الشبكة، اللي هي الفترة الإذاعية المفتوحة يا رضا اللي انت تعرفها اللي هي على الهواء، ومنها الفترة اللي هي بتاعة الليل، وأرشحه دايما ان هو يعمل معايا. رضا جميل في الديالوج معايا وفي الحوار وفي الدويتو، رضا جميل وهو له من اسمه نصيب، فهو رضا ومرضي وهو ابن عبد السلام وهو السلام معنا بخلقه ولغته وجماله ورسالته. اشكرك يا دكتور ابراهيم. شكرا يا دكتور ابراهيم، جزاك الله خير. عفوا يا دكتور عمر. طب احنا اسمح لي بس دكتور عاطف يعني اذكر استاذنا رحمه الله الدكتور فوزي خليل، لانه كان له فضل ليس علي فقط ولكن على جميع العاملين في اذاعه القران، وخصوصا انه كان قريبا منا جميعا، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية تعلمنا منه جميعا، فرحمة الله الواسعة عليه. وتسمح لي أشكر أستاذي الأستاذ إبراهيم خلف الذي استقبلني في بداية عهدي بإذاعة القرآن الكريم يعني، وأشكره شكرا جزيلا على هذه الكلمات الرقيقة يعني. طيب احنا عاوزين عمالين بيشوقونا، عاوزين نسمع، احنا لسه ما دخلناش بقى في اغوار رحلتك وقلنا معاك يا رب، فقول لنا يا رب كده كاذاعي، افترض انك انت بتعمل يعني فترة في برنامج في وزارة القرآن الكريم وبتقول يا رب وبتكمل كلام، هتقول ايه كده؟ هقول يعني انا دايما، لا لا انت بقيت قدام الميكروفون، هقول قدام الميكروفون يعني زي ما كنت بالظبط قدام الميكروفون ده في القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك صحة في إيماننا
رحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. جميل، جزاك الله خيرا. انت بتقلد باقي المذيعين؟ لا، انا خلص. انا لي وجهة نظر في الإذاعة انه يجب لا أنا مش انا اقصدش انك انت بتقلد عملك، لكن انت عندك مهارة انك انت تقلد الاخرين. لا يعني انا دايما لي وجهة نظر في الموضوع انه يجب ان يكون الانسان نفس المذيع، يعني حتى لما باجي دلوقتي اضرب المذيعين الجداد اقول له يعني انا فاهم ده مش برضو مش سؤالي. انا بسألك يعني لو قلنا لك قلد فلان، بتحب تقلد مين في قاعدة اجتماعية فكاهية؟ بتقلد مين؟ بسألك وبتدور مني وبرجع انا تاني. لا انا زي ما قال الاستاذ ابراهيم كده، انا اخذت من الجميع. لا بس انا يا مش عارف ليه حاسس انك انت بتقلد قريب من حاسس. قول لي بتقلد مين؟ قلدهولنا. والله يعني انا كنت متاثر جدا بالدكتور فوزي خليل، بيقول هيقول ان هو يا رب ازاي بقى. يعني كان الله يرحمه كان له طلع على الميكروفون، يعني له طلع آثرة في الميكروفون يعني. فعشان كده يعني زي ما قال إبراهيم أنا أخذت من كده. مشاهدين، الغدة الدرقية كلمة غدة حاجة صغيرة وتفرز هرمون بسيط، لكن تأثيره يبقى قوي جدا على الجسم. الهرمون في حاجة اسمها هرمون، حاجة اسمها إنزيم أو إنزيم. الإنزيم حاجة مثلا مع الأكل، إنزيمات تساعد على الهضم، إنزيم يساعد على الهضم. الهرمون